ناس كتير بتروح لدكتور السنان وتطلب منه انها عايزة تزرع، وبيطلب منها اشعة ثلاثية الابعاد، والناس بتتفاجئ بعد كده ان الدكتور بيرجع يقول لها للأسف ما عندكيش عظم، او ما عندكش عظم، او ما عندكش عظم كفاية ان انا اقدر ازرع لك اسنان. ودي بتبقى مفاجأة للعيان، وبيرجع يفكر ايه الحل. انا هقول لك الحل ايه. انت دلوقتي تقدر تجيب الاشعة ثلاثية الابعاد ليا، وانا بعمل خطة علاجية ليك، بحدد فيها اماكن الزرعات المناسبة اللي هتخدمني ان انا اقدر اركب لك في اماكن مناسبة سليمة ليك، تقدر تاكل عليها بشكل سليم زي ما كنت في الاول. وبالتالي الاماكن اللي انا حددتها اللي انا هزرع فيها هي بس اللي هرجع احط لك فيها عظم صناعي، ونستنى عدد من الأشهر معين لحد ما يلتئم بالعظم بتاعك ونقدر نزرع فيه. وبعض الحالات اللي بيكون فيها عظم مش كفاية بنقدر نزرع ونزود عظم في نفس العملية على حسب حالتك. ما تيأس، انت مش لوحدك.